بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع عندنا واحد القنينه تاع الماء كما كتشوفوا. هذا القنينه السعه 3 لترات، سعتها 3 لترات، يمكن نزيد فيها الماء بارد. كتبان لي اقتصاديه وجميله في المنظر، وكتشرب الماء بامان. كتشوف فيه عند الصنبور ديالها، هذه فيها واحد التخفيض هنا في بيم. التخفيض ديالها وصل الثمن الى 60 درهما تقريبا، 6 اورو. كتبان لي في المتناول، الناس اللي بغاو يشريوها مزيانه كتحطها. وترى شربتي الماء كتعرف راسك اش كتشرب، والزجاج راه مزيان في الماء. وبالنسبه للصنبور مثلا نرفع الى الاعلى هكذا، هنا هو غلقت، او انزل الى الاسفل في كلتا الحالتين. غير هو في الاسفل اظل هكذا اضع يدي، اما في الاعلى هكذا. فتمام مناسب، ولا سيما احنا في هذه الفتره ديال الماء. الان العالم كله كيتحدث على هذا الماء وكيفيه تدبير الماء، فهذه طريقه مزيانه نوضعها. فالوليدات يشربوا من احسن ما يمشوا مثلا للصنبور الحنفيه ويبقاو حل سد ومشاكل كما كتشوفوا هنا. وكتوضع مثلا في المطبخ وكتجي حتى واحد الجماليه. وكانت الفكره انني نوريها شي وحده ربما ما عندهمش هذا الفكره، وين ياخذوها من بيم. مزيانه راه باقي موجوده عندهم، وعندها الوان متعدده. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.